كرة خاليين بشكل جميل ملعوبة حاول عدي تلعب بشكل جميل عرضية جول وتسجيل شوف شوف الإعادة شوف الدخول شوف ولم ييأس من الكرة صدر الهدف الأول خاليم شوف خاليم لكن الكرة تعدي بشكل جميل هذا ظروف 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 لكن بدايتها بداية الكرة هذا ظروف ما شاء الله تبارك الله شوف ظروف عدى بشكل جميل في اللقطة الماضية عوبة هجمة مرتدة لزهير الذوادي في الدخول العرضية تلعب بشكل جميل لكن بالخطأ المدافع لمصلحة الإفريقي التسديدة إلى زهير عرضية ملعوبة هدف وصافرة العراقي مهند كرة تلعب لمصلحة الإفريقي لكن عدة السليم اللقطة الماضية ياسين شماخي دي اللي الجزائر المنصور من عثمان تقطع تلعب بشكل جميل ملعوب النتيجة واحد شوف 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 الخطأ الماضي في اللقطة الماضية عرضية والذوادي وحيدا يسكنها شباك مصطفى ملائكة واحد واحد الذوادي يسجل هدف التعادل لمصلحة الإفريق التونسي واحد واحد شوف 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 الذوادي بخبرة السنين كرة ملعوبة خطيرة ملعوبة الثاني الثاني الخفيفي الخفيفي عودة قوية يقلب اللعب شوف 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 الإعادة لكرة الهدف الثاني بشكل جميل يلعبها الذوادي ولكن تسديدة بلال الخفيفي هدف ثاني بشكل جميل اثنين مقابل هدف وحيد للفيصلي شوف التسديدة في عدم التغطية الجيدة من دفاعات فريق الفيصلي اثنين واحد لأن الفيصلي في الشوط أول قدم كل شيء الفيصلي تلعب زلوف صاحب الهدف الأول كرة ملعوبة في الإعادة الجميلة تسديد زلوف وتصدي جميل من حارس بلال الخفيفي تتحدث عن لاعب كبير مثل بلال سجل هدف والثور ما شاء الله تبارك الله ملعوبة خطيرة ياسين شموخ الشموخ الدقيقة الماضية كرة ملعوبة عرضية عدي سلطان لكن عدت هذا وسام ولا ياسين منصور حمزي منصور حالي محمد لزلوب ملعوبة تعدي الى تونسي اللي يتقدم بهدف في استاد راشد كرة ملعوبة يا ولد يا سلطان من الشوط الاول قدم مباراة ممتازة سجل التقدم خرج من الشوط الاول بتقدم لكن في الشوط الثاني عاد